احنا قبل ما نكمل عرض هذه النقاط على حضراتكم هنرجع لفقره نظرا لارتباطات ضيفنا اللي بيهمنا جدا مشاركته معنا على الهاتف الكابتن علاء نبيل، طبعا صاحب التاريخ الكبير والاسهامات الكبيره في عالم كره القدم مع الانديه ومع منتخبنا الوطني الاول ايضا، وفقرتنا الخاصه من البوم فلان. مساء الخير يا كابتن علاء واهلا بحضرتك. اهلا مساء الخير محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. وضيفنا في الاستوديو طبعا ناقدنا الرياضي الكبير استاذ ابراهيم حجازي. استاذ ابراهيم ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ اخبار حضرتك ايه؟ وحشنا والله. ازيك يا كابتن علاء اخبارك ايه؟ الله يخليك، كله تمام والله الحمد لله. انا لما شفت الصوره اللي من الالبوم بتاعك ديت اللي هي وانتوا كابتن الجوهري رحمه الله عليه وانتوا مولودين رحمه الله عليه، انما اللي لفت نظري وقفت قدامه قوي مش عمر الشريف ربنا يرحمه الاخر ولا الكابتن حسنين حمزه. اولا هو صاحب الصوره دي، يعني هو سمعت انه عزمكم، اكيد عزمه وما دفعش، يعني انا عايز يعني حسنين حمزه. بص احنا قصه الصوره دي، احنا بعد بوركينا فاسو اتفقنا كجهاز كل اسبوع حد يعزمنا على يعني واحد يتكفل بعزوبة الجهاز كله. فالمهم ايه، حسنين لسه دوره ما جاش، لقيته مصمم لحق ويدينا يوم الثلاث في مكان معين، مكان معين بدون ذكر اسماء عشان الدعايه. تمام يا عم حسين يديك يرضيك، طب ليه؟ لا يوم الثلاث وده مش عارف ايه، استغربنا. المهم رحنا، المهم ايه، رحنا قعدنا وعلى الـ على الـ على النيل وجالنا الاكل وبتاع، واحد واحنا داخلين على المكان يعني اتكلم علينا بحراره قوي وبتاع واتفضلوا وبتاع. دخلنا طلبنا الاكل وبتاع ونزل الاكل وكلنا والحمد لله. دخلت ايه؟ في الاخر خالص بقى دخلت الحمام اغسل ايدي والكلام ده كله، فالراجل نفس الراجل قابلني. ايه يا كابتن اخباركم ايه؟ الحمد لله اكلت وشبعت والحمد لله. الحمد لله. قال لا والله انا كنت لازم اعزمكم قبل ما اسافر، لان انا مسافر بكره. يبقى انا بقول لك من الاول والله ما اعرف، اهو ده انا قلت لك حسنين لا يمكن يعني. لا مالوش حال طبعا، نزلت عملت له فرح في علينا احنا. عمر شريف كان بقى في بالصدفه هناك ولا ايه؟ كان موجود هناك بالصدفه وجه يسلم علينا. كان في فرحه كبيره قوي في مصر. طبعا 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 طبعا. فهو كان فرحان جه يسلم علينا، راجل خلوق جدا الله يرحمه، وكان فرحان بينا. بس خدتش بالك بقى من البنطلونات اللي لابسينها والقصار؟ كل لما اولاد يشوفوا الصوره دي يضحكوا عليا. خلي بالك ما بحرف موضه اللبس اللي كان فوق لسه قبل البنطلون يوقع. بقول لهم يا اولاد الصوره دي، البنطلونات دي والقصار دي موضه، كانت موضه يضحكوا عليا. ما انت لازم تجيب اثبات من اثنين ترزيه ان كانت موضه. لا والله كانت ايام جميله وكلها خير، وكان فيها حاجات حلوه والله صراحه. انت في الصوره على شمالك الكابتن فكري صالح، وعلى يمينك بقى كابتن الجوهري رحمه الله عليه، الفنان الكبير عمر الشريف، كابتن فتحي مبروك، المهندس سمير عدلي، وحسنين حمزه ورا بالقميص المضروبه ديت، وعلاء شاكر، الدكتور علاء شاكر. وعلاء شاكر. البطوله دي كانت صعبه جدا، من احلى البطولات اللي هي كانت صعبه، واحنا رايحين كانت صعبه، كانت بكل المقاييس. فاكر؟ طبعا. فاكر لما الاهلي 13 ومشي 13 وعملت يعني كانت كل ما فيش حد عنده اي حاجه، انما بسم الله ما شاء الله يعني، انما في كل وقت. قول لي بقى يا كابتن، هو الخط قطع ولا ايه يا جماعه؟ لا معانا كابتن. قول لي بقى الـ يعني وانت زملت الكابتن جوهري فتره واشتغلت معاه، والراجل ده انا اصلا بقول ان الكابتن جوهري رحمه الله عليه يحسب ليه انه هو عمل نظام فارق، يعني هو لما تسلم المنتخب في 98 ولا كان في مباريات وديه، كان طول عمر منتخب بيعمل معسكر وبعدين يعملوا تقسيمه بين الاحمر والاخضر او اي لون موجود عندهم. ايوه مفيش أيوه معسكرات، مفيش اي حاجه، مفيش كلام. الحقيقه عمل حاجه، دخل الاحتراف واصر على ان يكون هناك احتراف، وكان لازم يحصل ده بصرف النظر انه ما تمش بالصوره، وانما اصبح هناك احتراف على الاقل للعيبه، يبقى في عقود، يعني عمل ترتيبه. قول لي كابتن جوهري طبعا يعني رحمه الله عليه كان يعني انسان جميل جدا، يعني حالي يعني مش عايز اقول حليم، انما هادي جدا في حاجات، وطبعا عدوك لما يبقى في حاجه غلط بيبقى حدوته بقى. قول لي كده من يعني من السمات بتاعته ايه، او الحاجات انت فاكرها ايه؟ هو اولا كان عنده اللعيبه دي نمره واحد، يحب اللعيبه جدا ويقصوا عليها جدا ويحبوه جدا وكان حنين عليهم، دي حقيقه. يعني عنده اللعيبه دول اهم حاجه عنده يا استاذ ابراهيم، ان اللعيب يبقى مستريح، يخش المعسكر مستريح، يلاقي لبسه،
يلاقي اوضته جاهزه، يلاقي الاتوبيس بتاعه. كنت انا بروح اجيب الاتوبيس بنفسي بعربيتي، اجيبه من الجراج واحط ونكون حاجزين للسواق غرفه، ويجي الباص واقف واللعيبه تيجي تلاقي الباص واقف. بيقول لي اهم يوم في الدنيا دي كلها اول يوم في المعسكر، اذا اللعيب لقت حاجه عدت منه المعسكر باظ. فهو كان حريص جدا اللي هو يهتم باللعيب، عشان كده اللعيبه كانت بتحس ان في اهتمام قوي بيها، فكان في حب متبادل. يعني كانوا يزعلوا قوي لكابتن جوهر يبقى زعلان منهم. يعني وصلت حضرتك؟ يعني حبه ليهم وهم احساسهم اللي هم يعني عايز يعمل له، عايز يعني كابتن جوهر عايز يعمل لهم كل حاجه. لدرجه ان الشراب اللي احنا لعبنا بيه في بوركينا فاسو، استاذ الابيض ده انت شايفه ده حضرتك اللي احنا بنشوفه في الماتشات يعني. تخيل انا خدت كابتن جوهر وقعدنا نلف فيه لحوالي لمده اسبوع عشان نجيب شراب اللعيبه تلبسه. نجيب عينه، اه والله نجيب عينه ونروح المعسكر. نجيب الكبار بتاع الفريق رايكم ليه يا كابتن؟ لغايه لما شفنا مصنع جوه المقابر، مصنع جوه المقابر تمام. وجبنا شرابات، هو قال لك هو ده. رحنا جبنا الشراب والشرابات وخدناه معانا. كنا بنروح برضو مياه الصبحيه، بنقعد في مصنع في باب الخلق كده اهو، اللي هو الطقم الاخضر والاحمر اللي احنا لعبنا بيه بوركينا فاسو. كنا نطلع يقول لي طب وريني درجه اللون الخضار ده، لا حط لي العلم هنا، لا اعمل لي مش عارف ايه هنا. هو بنفسه ولعبنا، لا بقى في الماركات العالميه ولا في الماركات مش عارف ايه، ولعبنا الحمد لله وخدنا البطوله ورجعنا. فهو كان حريص كل الحرص يا استاذ ريم اللي هو يبقى يتقن كل حاجه بنفسه. طيب كابتن اتفضل يا استاذ كابتن علاء. يعني هو طبعا وقت الكابتن روريك وكان عنده اصرار انه ياخد اللعيبه في معسكر، وانا وكان الكل بيهاجمه، بس انا كنت دائما معه في هذا الكلام، لان احنا اللعيبه عندنا فكره الاحساس بالمسؤوليه والانضباط، هو بياخدهم وبيشكلهم من أو يعني مش بيشكلهم، حاططهم خلاص معاه بقى، بيحطهم على اللي هو عايزه، اه وحاططهم على المفرمه زي ما بيقولوا، مشيت وعدل على دماغي اتعودت ههرسك في الارض. فكره المعسكرات وانا شايف يعني، ولولا المعسكر اللي اتعمل قبل ما هو بيبقى اللعيب معاه في معسكر قبلها ب 20 يوم او حاجه، ويقعد معاه الشهر بتاع البطوله، ف 55 يوم ضامن اكله ايه، لان انا عارف ان الكابتن روهري لو حد ياكل ايه وامتى وازاي كل التفاصيل في كل التفاصيل. يعني انا ما اعرفش، احنا دلوقتي بقى في ظل الاحتراف الموجود وفي ظل ما تقدرش تاخد ده وتعمل ده دلوقتي، انما احنا لغايه دلوقتي اللعيبه على الاقل اللي مش محترفه خارجيا بره في بره، فكره النظام والالتزام والبعيد عنهم، وفكره ان انا برضو تخوف يعني يقلقك. وعشان كده انا اتمنى ان مستر اجيري في مع المنتخب ياخد المحليين اللي عايزهم اللي هياخدهم مننا في معسكر الاول، بس يحطوا تاني في المنظومه، لان انت عندك ارد على حضرتك في الحته دي بالذات. انا اتفق معاك تماما. ليه؟ مين يعني عبد الظاهر السقا واخد بال حضرتك، وائل جمعه اتعملوا ازاي؟ يعني اصبحوا نجوم ازاي؟ زي ما حضرتك بتقول كده، كنا بناخدهم بنروح نزور الانديه، كان الكابتن جوهر الله يرحمه راح وزرنا نادي المنصوره كان عبد الظاهر السقا، ورحنا زرنا نادي المحله كان وائل جمعه، وماتشات الدوري امتى؟ يوم كذا، هنجيبه لكم يوم الفلاني، وبناخده نقيم معاه، بنعدي عليهم صبحيه، بنروح نشتغل في تراك النادي شمس والحاجات دي كلها، بعد الظهر بنرجعهم تاني الاوتيل، وبعد الظهر نعدي عليهم، بالمره نروح ملعب المقاولين، مره نروح نلعب مش عارف ملعب هليوبلس مره ايه، لغايه لما بقوا نجوم. عشان كده بقول لحضرتك ايه؟ في مدرب بيصنع لاعب، وفي لاعب بيصنع مدرب. تمام تمام تمام. هو بس وضح يصنع مدرب انه على الاقل انه بي على الاقل بينفذ وبيعمل، والنتائج هي اللي بتتحسب. ايوه يعني في لعيب بيبقى عنده موهبه وعنده امكانيات والحاجات دي كلها بتكسب، يبقى خلاص المدرب كويس وبتاع. لكن المدرب الحرفي اللي هو بيعمل لعيبه زي ما كابتن جوهر حضرتك تفضلت وقلت، عمل لعيبه كتير لمصر، ودي بتحتاج مجهود كبير جدا وبتحتاج خبره وبتحتاج صنعه زي ما بيقولوا يعني. طيب كابتن علاء، قبل يعني، واحنا بعد ما سمعنا حوارك الجميل مع استاذ ابراهيم، في ثلاث نقط الاستاذ ابراهيم اشار، ده سؤال مباشر لحضرتك، الى اقترابنا من كاس الامم اللي جايه على ارض مصر وعلى ملعبنا وبين جماهيرنا ان شاء الله. لو بتوجه دعوه او طلب او رؤيه فنيه تتمنى انها تطبق مع الجهاز الفني الحالي للمنتخب، ايه اللي محتاجينه مع تركيبه اللاعبين وعدد المحترفين مع عدد اللي بيلعبوا محليا الموجودين في المنتخب حاليا؟ اولا قبل ما اخش في خطوه تجربه فنيه او اي حاجه فنيه، احنا استضافتنا في حد ذاته الامم افريقيا في مصر، دا
ده فوز بكاس البطوله بغض النظر عن اللي احنا جبناه او جبناش. احنا مش عايزين نحط راجل تحت ضغط لان الراجل شغال في احلال وتجديد للفرقه تمام، عشان ياخد وقت يعني لازم ياخد وقته عشان يعمل فرقه كويسه بينزل بمتوسط الاعمار. احنا النهارده ضغطنا الراجل بصراحه، احنا ضغطناه بالزمن اللي هو بناقص 4 شهور على البطوله، مطلوب منه اللي هو بطوله وهتلاقي في وسط مصر ولازم تتجاب، لا لازم يبقى في توعيه ان احنا يا جماعه البطوله دي اعداد لينا، احنا في حد ذاتها استخدامنا للبطوله ده انجاز لوحده بهذا التوقيت تمام. لكن انا بقول للراجل انت سبب مباشر في قوه الدوري لانك انت مدي امل لكل لاعب مصر في الدوري العام اللي هم متواجدين في المنتخب، ودي كانت على عكس مستر كوبر. مستر كوبر اللي كان قافل على مجموعه محدوده جدا، ايوه بقفل على 13 14 لعيب، هم دول لعبوا ما لعبوش وحشين كويسين موجودين تمام. فانت النهارده الدوري قوي ليه؟ دوري قوي عشان خاطر كل واحد عايز يقول انا عايز العب في منتخب مصر، عشان ما حدش ملاحظ النقطه دي. لا الراجل ده بيروح يحضر الماتشات كلها، بيحضر الماتشات للجونه، بيحضر الماتشات للنجوم وللمقاولين وامتى بيحضر، التاني ما كانش بيحضر غير اهلي وزمالك واخد بالك، وبيكاوي على المحترفين وخلص الموضوع على كده. لكن النتائج ساعدته بامانه، يعني النتائج ساعدته كان موفق تماما يعني. صحيح. فانا بقول للراجل ده ان شاء الله هيعمل فرقه كويسه لمصر تمام، اشتغل مع النجوم اللي موجوده في الدوري العام كلهم طمعانين يلعبوا في منتخب مصر، وفرصه اللي انت تاخد لعيب يعني بلغه الكوره جعان كوره تمام، هيعمل لك حاجه وعامل لك نتيجه تمام ان شاء الله، وربنا يوفقهم ان شاء الله. مش عايزين نحطهم تحت ضغط باذن الله، لان فعلا يعني لو اتقال اعداد للمرحله القادمه هيعملوا حاجه كويسه ان شاء الله. اخيرا كابتن علاء، عايز ارجع معاك سريعا ومع الاستاذ ابراهيم حجازي للصوره مره ثانيه وذكريات كاس الامم الافريقيه 98. هفكرك بثلاث عناوين سريعه، بعض الناس قالوا ان منتخبنا مش في حالته هيخرج من الدور الاول، خدنا البطوله. بعض الناس طلبوا لاعبين بعد رحله علاج قاسيه جدا زي نجمنا حسام حسن، قالوا له كفايه عليك، وكتبوا مقالات هجموه وقالوا له كفايه عليك كده ولازم تعتزل، وكان من افضل اللاعبين وكان هداف البطوله وتالق بشكل غير عادي. وكتب عن منتخب مصر احصائيات دوليا في البطوله دي انه الاكثر استفاده بالفرص اللي اتيحت له امام مرمى المنافسين، حقق عدد الاهداف بنسبه عاليه جدا غير مسبوقه في الاستفادة من عدد الفرص، وكنا الاقل اخطاء دفاعيا في كل المنتخبات اللي شاركت في البطوله دي. بص حضرتك انت حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. حسام حسن واحنا مسافرين يوم الطفر كان في الله يرحمه كان معانا ناقد رياضي كبير في مجله كبيره، كان عامل استفتاء لحسام حسن ان هو يبطل استفتاء يوم السفر، واخد بال حضرتك؟ والمضيفه وهي معديه، فمهم رحت شادد المجله كده بقراها، انا ماليش يعني قلت اتسلى، بفتح المجله في النص لقيت ايه استفتاء حسام حسن يبطل ولا مش عارف. المهم ايه انا قاعد اقراها طبعا كومنتات بقى ايه يبطل وما ينفعش، حسيت ان يعني ايه راسي من ورا كده سخنه، اتاري نفس حسام حسن بيقرا معايا يا دي الحوسه تابع الاستفتاء بيقرا المقال بيقرا معايا المجله، انا وضعت حاجه لا اراديه رحت قافل المجله لقيت الحساب بيشدني هات يا كابتن مش عارف ايه، قلت له رحت طالع جري على الكابتن جوهر قدام قلت له الحق في كارثه ورا. المهم ايه الناقد الله يرحمه قاعد جنبينا قدام يمين يعني ممكن حد من الطياره واخد بالك. جه الكابتن الجوهري بقى بصراحه يمكن الاستاذ دوري عارفه بقى اكتر مني كمان، خد حسام على جنب قعد معاه ساعه وربع يعني بما معناه اللي انت لازم توري لهم انت مين وهتعمل ايه. وفعلا حسام حسن او منتخب مصر كله رحنا قشينا كل حاجه، خدنا البطوله والهداف واحسن دفاع كل الارقام القياسيه في البطوله، كل الارقام القياسيه. فسبحان الله يعني البطوله كانت ليها معنى كبير قوي عندنا. الحمد لله. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا كابتن علاء، ربنا يخليك. شكرا شكرا جزيلا كابتن علاء نبيل، وموفق دايما في تجاربك القادمه ان شاء الله.